مسألة دي متاخدة. كان عمر بن الخطاب عنده هذه الأزمة أيضا. سيدنا عمر كان عنده هذه الأزمة. مرة شاف بيقول لك صفية بنت عبد المطلب بتعيط على حمزة، دخل وزعق وعمل مشكل. هو الراجل كان عمر معروف فظا غليظا، وهذه الفظاظة والغلاظة يعني تنعكس عليه في سلوكياته الإنسانية، لدرجة لما نهى مرة الناس عن ان هم يبكوا على متوفى لهم، وجاب آية قال يعني ألا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت لا يبكي، إن لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. السيدة عائشة سمعت الكلام ده، قالت الكلام ده كلام فارغ، هو ما سمعش قول الله تعالى أن تزر وازرة وزر أخرى. يعني السيدة عائشة طبعا عشان المجلياطين هيقولوا ده بيغلط في عمر، ده اللي قالت الكلام ده أم المؤمنين عائشة، بتقول عمر مش فاهم بيقول ايه رأيه الراجل. طيب ايه اللي يخلي عمر يسيء الفهم؟ هو جات في مخه كده ان النبي قال كده وفهمها كده وانسجمت مع طبيعته الفظة الغليظة، فطالع عايز ينصرها على الناس بالخطأ. الضحك والبكاء مما امتن به الله على عباده. ربنا بيصف نفسه امتنانا فيقول وأنه أضحك وأبكى. يعني الضحك والبكاء هذا من منن الله على الخليقة والعباد.